ولا بهدلين وبنام على الارض في الشوارع، والناس كلها بتعطف عليا. ارحموني ارحموني يا باشا، ارحموني يا بهوات، ارحموني يا حكومه، ارحموني يا اداره، ارحموني. تعالوا شوفوا بنفسكم، وتعالوا اسالوا البلد وشوفوا ان انا كذاب ولا صادق. واللي تحكموا بيه انا موافق عليه، انا موافق عليه. حرام عليكم، حرام عليكم تسيبوني انا واطفال تعبانه مريضه في الشوارع كده. وانا عندي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا هاني يا ابني، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ابني. يلا ربيتك وخليتك راجل، شحطت ابوك، وابوك تعبان واخواتك تعبانه، وما عندكش احساس ولا شخصيه ولا كرامه. النسوان بتخليك تمشي متابعينا الاعزاء، متابعي الدقهليه لايف، ما زلنا معاكم في تغطيتنا المستمره داخل محافظه الدقهليه، متواجدين مع حضراتكم الان داخل احدى القرى التابعه لمركز المنصوره، قريه ميت جراح. طبعا الحاج ابراهيم البالغ من العمر 75 سنه استغاث بينا اكتر من مره، والابني طردني في الشارع، بيتهم ابنه ان هو طرده في الشارع هو واخواته الاثنين يعني، وهو الان عند احد الجيران عطف عليه بعد ما بات في الشارع 7 ايام على كلامه. طبعا دي بنته عندها 13 سنة 12 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وابنه الثاني يوسف نفس الكلام. وطبعا الأم يعني يمكن ورثوا هذا الموضوع من والدتهم. يعني ازيك يا حبيبتي؟ سلام. عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه اللي حصل؟ المسكتة ضربتني. مين اللي ضربتني؟ مرتهات اللي هي مرات ابن الحاج. ليه؟ وشدت هدومي ما تقوليش الشتيمة. ليه؟ وضربتني عشان يطلع من الظهر. عايزاكوا تطلعوا من الظهر؟ ضربتك ازاي؟ ضربتني بالقلم على وشي. والاقلام وقطعت الجلابيه اللي عليا وشدتني وتطلع من هنا. ما عادش هخسر رجليكي عشان تطلع هنا. طلعتي هقطع رجليكي ما عادش تطلع. ابنك ده عنده قد ايه؟ ابو من ندى. اكبر من ندى. هما في المدرسه اكبر من ندى. بس هما عشان النقطه اللي عندهم راحوا النقطه. يعني يمكن احنا ملاحظين، حبيت اخد منها كلمه ان هي فعلا من ذوي الاحتياجات الخاصه زي ما الحاج ابراهيم قال لنا. يعني بيقول كبرته خليته راجل، لما عوده اشتد يوم ما بقى راجل او كلمته تصير صارت عليا انا، مسكني ضربني وطردني في الشارع، رماني في الشارع وقفل الباب. ودل تاني مره بستغيث بكل مسؤول داخل محافظه الدقهليه لكل ثقه بيهم. بنته بنوت عروسه زي الورده ينفع تنام في الشارع؟ يعني خلينا نسمع منه تفاصيل، وده اتهامه. وفي البدايه برجع واقول حق الرد مكفول للطرف الثاني، ابنه لو عاوز يرد او زوجته احنا متواجدين. لكن الحاج ابراهيم حرر محضر داخل قسم شرطه المنصوره بالكلام اللي هو بيقوله. يعني برحب بيك يا حاج، ربنا معاك. والنعم بالله. انا عارفه انت مش قادر تقف، ممكن نقعد في مكان؟ هنقعد عند الناس المستضيفين في بيتهم هنا. ماشي. هات المايك على مهلك على مهلك. متواجدين معاكم متابعينا الاعزاء داخل قريه ميت جراح التابعه لمركز المنصوره ومحافظه الدقهليه. زي ما احنا شايفين محضراتكم. يعني اولاده الاثنين من ذوي الاحتياجات الخاصه، ويمكن وارثين الموضوع ده او يعني للاسف من والدتهم. الحاج زوجته الأولى أم ابنه توفيت فتزوج بالتانية، وبعد وفاة زوجته تزوج بالتانية، وبيقول ابني طردني ورماني في الشارع. ايه السبب وايه التفاصيل هنسمع منه، لكن بس حابين ان هو يقعد علشان سنه وحرارة الجو. ألف سلام عليك يا ولد. الله يسلمك يا بنت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل في طرده من البيت دي تاني مرة، دي تاني مرة، وبيطردني عشان يجيب أخت مراته مطلقة عشان يقعدها مطرحي. طب يرضي حد؟ الأب اللي ربى وخبر وخلاك بني آدم وراجل تطرد عشان تجيب أخت مراتك تقعدها مطرحه؟ طب يرضي مين؟ قولولي يرضي مين الكلام ده؟ ربنا سبحانه الله وتعالى ما قالش الكلام. وبالوالدين إحسان. وبالوالدين إحسان. هو ما بيحسنش عليا ولا بيفصلي ولا
ده انا بنام عيان بالشهر، اقسم بالله ما بيدخل عليها يقول لي سلامتك، ارحموني اغتوني، انا تعبان، انا رجلي الاثنين خدلانين ودراعي الشمال وايدي الشمال، حرام عليكم. حبيت استوضح الامر، سالت بعض اهالي قريه ميت جراح عن الموضوع، قالوا لي ده تاني مره يطرد، واول مره لما سالناه بتطرد ابنك ليه قال بتطرد والدك ليه قال ابويا، عفوا سامحنا في اللي هنقوله، ده الكلام اللي اشيع داخل القريه، ابويا بيشرب مخدرات وبيجيب معاه بالعشر رجاله اصدقاء سوء بيقعدوا في البيت، وانا عندي اطفال صغيره وعندي زوجتي وانا بحافظ على حرمه بيتي، لو اي حد مكانكم هيعمل كده، مكاني هيعمل كده، ده الكلام اللي بعض اهالي القريه قالوه على لسانه، الله اعلم هو قال كده ولا ايه، فهل الكلام وصل لحضرتك؟ الكلام وصلني والناس كلها وقفت قدام وقالت له ابوك مش بتاع الحاجات دي، ابوك كان بيتعامل مع اي زبونه كان بتدخل عنده تخيط ولا حاجه بالادب والاحترام. كنت شغال ايه ولا؟ ترزي حريمي. وهو ابنك شغال ايه؟ شغال شويه تباع، شويه في مزرعه، شويه في اي حاجه. عنده كم سنه؟ عنده 30 32 حاجة زي كده. متزوج؟ متزوج ومعاه طفلين، ولا بيبص لابوه ولا لاخواته ولا عمره، ما بيسالش على اخواته المعاقين، اقسم بالله عمره ما بص لهم ولا حن عليهم بجنيه بجنيه، اقسم بالله ولا جنيه. امال انت بتصرف منين؟ انا بصرف من ولاد الحلال اللي في البلد بيعطفوا عليا عشان خاطر عيالي، انا بقبض معاش تكافل وكرامه. تعالى تعالى جنب جنب الحاج هنا حبيبي. يعني انت مفيش اي معاش بتتقاضاه؟ ما هو المعاش اللي هو تكافل وكرامه 675 جنيه 675 جنيه يعملوا ايه؟ للعيال ولا لنا؟ اكل وشرب وطريق. الحقوني 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 انا تعبان. ابنك لو سامعك يا والدي دلوقتي هتقول له ايه؟ اقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في تربيتي لك، انك انت ما تستحقش ولا عمرك تستاهل اي حاجه، انك ما انتش بني ادم. يوم وليله ان هو يقول لك اطلع بره وطردك على كلامك، ما على اساس ان عايز يجيب حماته اعاده مطرح، هو ما حدش يعني الكلام ده ما بيحصلش في الارياف. لا هو هنا هو عنده بيحصل. طب انت كنت البيت على كم دور قلت لي؟ دورين. انا في الدور الارضي وهو في الدور الثاني فوق، ولا بيعطف علينا ولا بيسال علينا، والعيه من بره على فوق ومن فوق على بره. طب احصل لي احكي لي اللي حصل يوم المشكله بالظبط. يوم المشكله ما هو ما فيش اي حاجه بعد يعني ما طردك ازاي؟ كنت بتعمل ايه ولا كنت فيها؟ انا كنت واقف بره في الشارع ودول قاعده جوه هي والعيال، وببص لقيته شد العيال. انا دخلت انا سنهات كده البنت معلش بتتكلم بتقول يا حبيبتي انا في البار وضرب ايه كيف حاجه و يلا برا برا كده اهو. ويوسف قلب كده اخوك قلب اطلع برا وهو قال انت الباب وقفل الباب ضربه ازاي كده يلا برا برا كده اهو. انت بتروح المدرسه؟ لا حرام. بتوديها الحضانه؟ الحضانه ده واحده في الشارع بتدرس للعيال اللي هي في سنها، فقالت لها بعتيها يتعلم حتى اي حاجه، تروح تكتب واحد اتنين نعلمها عشان تتعلم. ليه ما عادش بتروح المدرسه؟ لان ناظر المدرسه قال لي ما ينفعش ان الاثنين معوقين يقعدوا معايا في المدرسه. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني دول كمان اتحرموا من التحليل والتعليم ومن ادنى حق في الحياه ان هم يعيشوا في بيئه امنه في بيت، يعني مع الأسف الشديد انت النهارده بتقول ابني طردني في الشارع، احنا طبعا بنقول حق الرد مكفول، لو طلع ابنك باسباب اكيد انت الاسباب بتوصل لك ان هو قال مثلا بتتعاطى عفوا هو بيقول الكلام ده وبيقول ان انت شتمت زوجته، هو ما بيعملوا اي حاجه عشان يطردوني من البيت، ان انا بشتمها وبعينها والبلد كلها موجوده ويسالوا لو انا غلطت في اي مخلوقه في البلد او فيها تجيب شاي. وهي لعبه ولا لعبه ولا اي حاجه لعبه، هي بتشتم وتهزق. يبقى لها اشتمي ليه؟ وعم فكره اشتمي.
تشتمي ليه يعني؟ هو عم بيشتم جوزك الحاج ابراهيم. تشتمي ليه؟ هو عم فيك ايه تشتميه؟ انت ما كنتش تشتمي عليه، على جوزك مش على جوزنا. يعني انت عايز تطلعنا من الدور عشان تجيبوا اختك بنت اختك تقعد هنا؟ اختك بس تعمل طلقتك تقعد هنا؟ ليه يعني؟ ده مش حرام مش عدل؟ اه ده مش حرام عيالي. وتديتها في الشارع؟ لا حرام. ثلاث ايام والناس اللي بيجيبونا جبنه وحدق؟ وجبنه؟ الناس بتجيب لكم ايه؟ جبنه حادقه؟ اه والله العظيم. انتوا بتاكلوا ايه وما بتطبخوش؟ ما 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 احنا ما انا ما احنا في الشام عايزين في الشام ما فيش. بيجيبوا لكم اكل ايه؟ بيجينا طماطم، ايه بطاطس، بيض، واحد جاب لنا بيض. عايشين على كده؟ ما فيش. ما فيش قرش تصرفوا منه للاسف؟ ما فيش ايه؟ ما فيش خالص. طب وبطاقة التموين بتاعت الحاج فين؟ جوه ما فيش، ما عايزة اجيب عيش واجيب سكر. اه هما سدوا عليها وطردوها. مش عارفة اجيب. طب هدومكم فين وبتغيروا؟ هدومنا جوه. برضه كله هناك؟ مفيش اهو. طب عشان كل الهدوم فين؟ غسل 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 اهو. لسه غيرهم. والصحيح مش الطرف. اه قلت لاهلك اللي بيعرفوه. اه. ومش بيستحمل حد في الصحيح. امي على نفسهم. اه انتوا قعدتوا في الشارع كام يوم؟ قلت لي 6 ولا 7 ايام، قعدتوا في الشارع كام يوم؟ من بقى من 3 ايام في الشارع. قعدتوا في الشارع قد ايه حد؟ انا مش عارف. قعدنا بقالنا حوالي اسبوع دلوقتي في الشارع. بقالنا اسبوع اكتر. قلت ناشد المسؤولين لو سامعينك بايه ولا؟ يشوفوا لي حل. يشوفوا لي حل. احنا ولا عارفين ندخل لمؤاخذه حمام، ولا عارفين ناكل لقمه، ولا عارفين ننام، ولا عارفين نشرب. أنا سيرت لمؤاخذة مع احترامي، أنا سيرت على نفسي من قلة الحمام، قاعد عند ناس نايم في بير السلم ومش قادر هروح فين لمؤاخذة، ما لحقتش نفسي. اعملوا سن برضه ما يرضيش حال. وفي بيت مش في بيتك فمش بتاخد راحتك. ما يرضيش حد. ده ما يرضيش. لو يهود انت قعدت في الشارع كام يوم؟ وقعدتوا عند الناس اللي قاويينكم هنا في البيت كام يوم؟ هم هنا جابهم من اول امبارح بالليل، الناس دي خدتهم من اول امبارح بالليل. انت قعدت في الشارع 3 ايام ولا قد ايه؟ اسبوع. اسبوع بقى لنا اسبوع دلوقتي وهنا في البيت من اول امبارح. من اول امبارح هم اللي الثلاثه، انما انا قاعد هناك برضه في ميت جراح. اه ما انا مستني يمكن ربنا سبحانه الله وتعالى يبعت واحد يسال يلاقيني. اه انت اه البيت اهو يسال عليا يكون جايب خبر كويس، يكون ربنا اراد ربنا هداه. انما مفيش ولا عارفين نتحرك يمين ولا شمال ولا عارفين. وما يرضيش حد. ده لو كاف تقول له ايه لو سمعت؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. هو ممكن حد يتدخل يصلحكم على بعض وترجع البيت تاني؟ ناس كتير اتدخلت. ممكن حد يسمعنا دلوقتي؟ عمدة مثلا مش عندكم عمدة في القرية أو شيخ بلد؟ ورحنا العمدة مرة واثنين وثلاثة، بيقول له اطلب النجدة واطلب النجدة، أقول له احنا نعمل لك ايه؟ لا احنا بنناشد الجهات الأمنية تاني وعارفين إن هم هيستجيبوا معانا، وده اللي احنا متعودين عليه دايما، بنناشد الجهات الأمنية اتخاذ اللازم قانونيا. حتى يعني أتمنى إن حد من أهل القرية قبل تدخل الجهات الأمنية يقعدكم مع بعض يصالحكم، أنت تتنازل عن المحضر اللي أنت كاتبه فيه، وهو أو زوجته تتنازل عن المحضر اللي هي كاتباه فيه. أنا سمعت إن هي كاتبة في حضرتك بلاغ إن أنت بتشتمها. إن أنا بشتمها وبهاي. بسبب الألفاظ. ايوه خارجه بسم الله. والعيال لمؤاخذه بتحدفنا بالطوب. عيال مين؟ ولادها، ولاد ابني. بيحدفوني بالزلط في قلب البيت وانا قاعد وبيتفوا عليا. والعيال بيحدفوا. اه والله ده عز الولد. ولد اقسم بالله العلي العظيم وربنا يحاسبنا على الحلف. الواد وقف طو عليكم وتزقيل الطوب. يشمل هو ابنك عنده مشكله؟ ها؟ أه؟ ابنك فيه مشكله او تعبان او حاجه؟ بالنسبه حساه حركاته بس يعني. اه ما انا مش يعني هو كده باستمرار ولا بتبقى بايت بتجيله؟ على طول عايز علاج وعايز كشف. انا ما معيش. اروح سالت على الاشعه المقطوعيه بتاع المخ والاعصاب دي، قال لي ب 1600. اجيب منين 1600؟ وانت لا تتقدس هو حياه تكافل وكرامه. اه كام قد ايه؟ 675. طيب دلوقتي لو حد عرض عليك تيجي تقعد في بيته او دار ايواء هترضى تروح؟ لا. امال عاوز ايه؟ اقعد في بيتي. اه اللي انا بنيته من كتافي ومجهودي وتعبي. انت كنت منتظر ابنك
معلش ربنا يديلك الصحه وطول العمر. الله يخليك. بس بتقولي قلت لي قبل التصوير انا مش ضامن اربي الولاد دول. طبعا. كان نفسي ابقى اخوهم حنين معاهم، هو اللي يسال عليهم في وجودي قبل غيابي، هو اللي يتودد اليهم، لان الاخ طبعا دول اخوات ودم. وعيال انت ما انت شايفه، وانت شايفه على الطبيعه، مش احنا اللي مسلطينهم او عاملين حاجه. لا لا بالله. الثلاثه قدامك اهم، حد يجي يشوف الوضع؟ لو قبلوا على نفسه يا عم انا موافق، انا موافق، انا موافق ان حد يجي يشوف ويحس بينا، اي حد من المسؤولين من الناس الكويسه الناس الطيبه يبص لنا يجي يشوفنا عايشين ازاي وعايشين فين في الشارع. ما تعرفش انا لا مؤاخذه يعني انا مش عارف اقول ايه. انا بقول عمر الواحد ما بياخد راحته بره بيته طبعا، ولا عمرك تشبع في بيت حد. انت قلت لي انا ببقى عايز ادخل الحمام ببقى محرج، اطلب من اهل البيت ادخل طبعا عنده. طبعا ده شيء طبيعي، عشان اروح اخبط على اصحاب البيت اقول لهم عايز ادخل الحمام؟ طب ازاي انا ما بقلهاش على نفسي؟ غيري مش هيقبل. هو اللي يشيلك، هو بتمنى. اللي يخدمك في كبر سنك زي ما شلته هو طفل صغير. انا كنت بتمنى ان عيل زي ده ربيته تربيه ما يعني يسألوا البلد كلها عليه، انت ربيته ازاي؟ ابدا، ولا في هضوم ولا في اكل ولا في شرب ولا في نوم ولا فسح ولا زيارات رحلات في المدرسه ولا اي حاجه. هسألك سؤال تاني معلش سامحني فيه، علاقتك بوالدك ووالدتك كانت عامله ازاي؟ الله يرحمهم الله يرحمهم، عمرنا مع ان صرفت وش اهالينا، عمرنا. نعم وحاضر، لو هيدوس على رقبتي بالجزمه بيحط له رقبتي على الارض ويدوس عليها. يعني كنت بار بوالدك ووالدتك؟ اه الحمد لله. شايف ان ابنك بار بيك ولا عار؟ لا. لا لا لا، لو في ايده مش هديها لابوه ولا لاخوه، هديها لابنه ومراته. هتقول له ايه يا حاج النهارده؟ النهارده بقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. طب ما تدعي له دعوه ممكن ربنا يهديه. لا يديه. والله ما هتطلع من قلبي. لا حول ولا قوه. والله ما هتطلع من قلبي. لان انا شفت منه حاجات انت ما تعرفهاش. انا كنت بنام بالعيان قبل الاسبوع بالعشرين يوم وبالشهر على الكنبه، ما كان بينزل يسال عليا، اقسم بالله ما كان بيجي يسال عليا، انت تعبان يابا ولا فيك ايه ولا نايم ليه؟ تعال اكشف عليك. عليا الحرام من ديني ما حصل ولا سال فيا. الواد ده كان بيموت في يوم، بقول الواد ده تعبان ربنا راح خلقهم يلعب في شارع ساعات. اقسم بالله في ساعات امن على رجلي بعد ما اديتهم عليها تدوى طلع يجري يلعب في الشارع. ربنا رؤوف رحيم ونعم بالله. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ببر الوالدين وبالوالدين احسانا، هو ما يعرفش زي ما ربونا واحنا صغيرين وشالونا زي ما بنقول كده حته لحمه حمراء. الاب والام مستنين في كبارهم ان احنا نشيلهم زي ما هم شالونا، نرد ليهم الجميل، لان اللي هنعمله معاهم النهارده بكره اولادنا يعملوه معانا، فكما تدين تدان. بجد لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى إن الإبن قلبه يرجع تاني يدق الوالده تاني ويقول ده أبويا، ده أنا حتة منه، ده سبب وجودي للدنيا بأمر من ربنا سبحانه وتعالى، ويرجع في تفكيره تاني يحن لوالده ولإخواته اللي في أشد الحوجة ليه، طبعا معاقين للأسف الشديد، وقال حق من حقوقهم يعيشوا في بيئة أمنة في بيتهم. الأب مش طالب حاجة غير إن هو يعيش في بيته. ربنا معاك يا والدي، واتمنى الاستجابه السريعه من المسؤولين او من ابن حضرتك او احد اهل القريه. يا رب يا رب، اهل القريه تعبوا معاه كلهم يعني، حصل جلسات عرفيه وكلموه وقعدوا ويروحوا يقابلوه ويقفل التليفون عشان ما يكلمهمش. طب ايه السبب ان زي ما زوجتك بتدعي والله اعلم برضه بتقول ده ضربتني، اللي هي زوجة ابنك ضربت زوجتك؟ انا ما كنتش بسال على الحاجات الصغيره دي. الحاجات بتقول مشاكل حريم يعني. ما دي ما بسالش فيها، بس اقعدي خلاص خلاص تروح قاعده وتسكتيني، انما ما توصلش للاهانه وشتمتها فيها في الشارع تقول لي ده انت عارض. لا لا بلاش الشتيم، بلاش الالفاظ، بلاش الالفاظ يا حاج، قول شتمتك وخلاص. انا عارفه اللي جواك كتير، بس احنا في حاجات معينه ما ينفعش نقولها.
زوجة ابنك اللي تعدت عليك وشتمتك؟ آه، وشهود عندي البلد الشارع كله يشهد. مين اللي كتب بلاغ الأول؟ أنت اللي كتبت بلاغ في ابنك إن هو طرده؟ ابني لما رماني في الشارع المرة اللي فاتت. آه، وبعدين هي كتبت بلاغ؟ وبعدها لما اترضينا على بعض راحت هي راحة كاتبة بلاغ فيا إنني بشتمها وبغلط في حقها. وأقسم بالله ما بيحصل، عمري ما شتمت مخلوق. كنت مستنيها تعاملك كوالدها كأبوها. أنا كنت بعت، هي كان جوزها بيطلع على العربية مع ده. وكان لمؤاخذة بيقعد بالشهر وبالعشرين يوم، كان قبل ما أكل ابني كنت بأكلها هي وابنها، اقعدوا يلا بنت هاتي الأكل ونقعد ناكل ونقسم على نفسنا وديها قبل ولادي وقبل نفسي. يعني موضوع الطرد ده جديد، ده المرة التانية بس جديد من فترة بعد قلت لي انفصال أختها. أيوة، بعد انفصال أختها هي بدأت يطردوني بقى عشان تعاد أختها معها. تمام. بتقولي ايه؟ قولي ابوها لا مش عامل حاجه مني. اه يعني هي كانت بتطلب منك طلبات في البيت وكده، كنت بتدي لها مش بتخش منها حاجه؟ ابديش لها حاجه. قال لي بقول لي لازم تديلي عشان خاطري. اه لازم تديلي عشان خاطر هاني. واعتبر لهاني واعتبر لي وجهت انا غلطانه وشمتني وهزقتني في الشارع وخنقتني وخدت الحلقة مني. ايه دي؟ انت زعلانة؟ مو زعلانة، مزعلت من ساعتها بقى. قالت لي روحي انت دي، يلا ما عدتش تقعدي هنا، يلا يلا من هنا. قلت لها انت عاوز تزوديني وتزودي جوزي وتزودي عيالي عشان انت تجيب اختك تقعد معاكي تقعد هنا تونسك؟ لا ودي روح فين؟ انا هروح فين؟ اخواتهم كل واحد نفسه، انا هروح فين؟ كل واحد اللي عشته وحياته برضه، هم اخواتك برضه اكيد وراهم التزامات مش ملزمين، يصرفوا على اسره كامله. قلت لك اقعدي فيه، قلت لك ما فيش اول يوم بفول، ما فيش حتى في جوز عيال اقعد فين في عيالي؟ امي ومش عايز تنعرف في الدار فين؟ كتر خيرها معلش. اه قلت لي لا، بيت جوزك اول هنا. ده طبعا لو ابن جوزك ده سامعك هتقول له ايه؟ رجعنا البيت تاني؟ اه. انت اسمك ايه؟ شيماء. انت طيبه يا شيماء. انا مش حاجه، هي بتكتب عروض عندي، اكل جاهز وكل حاجه جاهزه، ونادي عليا من فوق تقول انا جايه اهو وهغسل. يعني كانت تنادي عليك من فوق تقول لك نازله تجهزي لها اكل وشرب وكل حاجه؟ اه. وكانت بتغسل، ما كانتش بتغسل ولا بتعمل حاجه، انا كنت بعمل. كنت بتغسلي لها ايه، الهدوم ولا المواعين؟ كانت بتقول لي اطلعي ومواعين. لا انت بتخدميها ليه؟ كانت بتديكي فلوس مثلا؟ لا. امال بتخدميها ليه؟ كما هي بتقولي عشان تعبانه. يعني انت المفروض انت حماتها؟ اه. عشان تعباني، هي ثانيه تعباني. انا اهو ده وجعني، اه انه وجعني صداع، انا ايه مش عارف انا وجعان، اه شيلوني. تقومي تجاري تروحي تغسلي وتعملي. اه. وقعت مره وقعت من طولها على السلم، ودي شلناهي ودي خلعتناها جيبه. وكتبها سكر وسقت وسقتها وقع وانا دفت الشقة عملتها كل حاجة. قالت لي غلطانة؟ لا مش غلطانة خالص، انت عملت ايه غلطانة؟ انا عملت عشان اصلي عشان خاطره، مش عشان خاطر انا لجوزك ابو ولادك. اه مش عشان خاطر انت بنت قصور تعمل كده برضه كفية يعني. بتاعت حرمي سبب وعي سبب ما ادري بغى وعي تم تغلى حقت. يعني كنت بتغسلي لها الهدوم والمواعين والاخر تقول لك انت عيطيني يخرب بيت كده، والاخر تقول لك انت سرقتيني وهي واخده حقتي، هي اللي واخده حقتي. انا قمت بشوف ثانيه استنى ادي لها فرصه تتكلم. قلت ايه؟ يعني دي يعني ممكن اي حد تاني يقوله حفظوه، دي على الله، دي واحده عندها يعني نسبه كده، فكل الكلام اللي بتقوله هي حست بيه. انا غايبه عنها. اه لما اجي في اليوم اللي جاي انا مع نفسي انا السطح انشوري اتنس معايا بعمل معايا حاجات، ودي هي مش سامع هو ولا هو ما يتعاشرش ولا هو هي تعيش، لان كنت في شاب بتف عليه. والاخر ضربتك؟ وخد حلقي ومسكتني. خد حلقك؟ خد حلقي
بنت خطحة ضربتني ومسكني هاتي في الشارع هاتي يا موسخة يا معرسة. بس بلاش شتيمة بلاش شتيمة، أنا قلت لك قبل التصوير بلاش تقول الشتيمة، قولي إيه شتموني وخلاص يا حبيبي. شتموني بس وزقوني. والله العظيم بجد كاني ماسكاك كده ضربك بالشيبي شيبي. والله يعني انتوا كلتوا مع بعض يا حبيبتي عيش وملح، حاسه ان هي ما صنتش العيش والملح. ما صنتش خانته. خانته. خانته يا خالد. خدمتها كتير وانا مش وهو والله العظيم انا خدمتها كتير ومشيتها شتاكر اهو. شتاكر اهو. شتاكر لما كانت فاقده الوعي ومغمى عليها. شتيه وتي صح. احنا اخويا. مينفعش كده يعني تطلع على حرامية تاخد بتاعي الوعي بتاعتي تسرقي ايه؟ انا شفت صينية مدام كده على السلم انا عرفت ايه؟ ملحات وكوبايات كوبايات وحاجات. خلاص يا حبيبتي انت عايزة ترجعي بيتك تاني انت وولادك. مش عايزة مش عايزة تقعدي هنا نفسك كلك بيت ترتاحي فيه. تبقى بحريتك حتى في بيت اهلك مش مرتاحه. حاسه ان راحتك الوحيده تكون مع جوزك وولادك. يا حوما اسكتوا انا ما بحبش اقعد هنا. هو غصب عني من بلدك غصب عني والله مني مروق قدام النام في الشارع. شارع اهو وكم اخوك العربيه. قلت والله العظيم اني ماشي مش عايزه تطلع من هناك خالص. مطلع والناس واحده جنبنا قاعد هناك دي بنايم هناك. بيت روح ورني واحدة واسمها سحالة رانيا من هناك بيت روح والله العظيم انا سايباني. يعني بعد ما طردوكوا وقفل الباب فضلت قاعدة قدام الباب رافضة ان انت تيجي هنا. بتقولي ما برتاحش في اي مكان غير في بيت جوزي مع جوز ولادي حتى عند اهلي ما برتاحش. ما برتاحش هنا. اني برتاحش هنا في المكان اللي فيه ارتاح فيه. انت طيبة على سجيتك وعفوية وغلبانة. عشان خاطري اعرف انني وشيت شعر دم على دماغي بالعصاية. هي اللي كانت بتضربك بالعصاية على راسك؟ والولا بيضرب ويقف على السلم. قد ايه الطفل ده صغير اصغر من ابنك؟ 8 سنين. 8 سنين وبيعمل فيك كده؟ يا ابني ارحمني في ايه يا عم؟ في ايه؟ يضربني ليا يعني عشان تفشل الضرب وتف على دي ويشتموه ولا انا مالي انا ما سعيتي انا مش عارف تمسكك؟ انت امك محبه ولا ابوه؟ حاسه ان هما اللي قايلين له كده للطفل الصغير. يعني كميه تجاوزات يا حاج انا مش عارفه يعني هل ده كله اللي هي زوجتك بتحكيه ده حقيقي؟ كل اللي هي بتحكيه ده حقيقي حصل؟ حقيقي. بتطالب بايه المسؤولين؟ انا بطالب المسؤولين يبصوا لي نظره ينظروا لي نظره ترجع بيه. نظرة الحياة اليومين اللي فاضلين لي وانا انا عن نفسي سامحني انا اسفه لو بقطعك في الكلام انا نفسي حد يعالج الطفل ده انا بجد وجع قلبي يعني اطالب بجد واستغاثه لدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحه بالدقهليه وكل المسؤولين. يمكن البنت برضه عندها نسبه اعاقه لكن الواد ده تقريبا عنده تشنجات او عنده حاجه انا مش عارفه اقرر حالته ايه لكن الاب بيقول حتى الاشعه المقطعيه كلف اكتر من 1000 جنيه وانا لا املك من حطام الدنيا سوى المنزل اللي ابني طردني منه وطبعا معاش تكافل وكرامه. حضرتك بتقول لي البيت باسمك ولا باسمه؟ البيت ولا باسمي ولا باسمه. هو الارض بتاعت امه. الارض كان بتاعت امه وكان بتاعت امه وانا اللي بنيها. فجيت طبعا بصيت لقيته في يوم بقول يابا اديني بيع لي حقك. قلت له بقى لك حقي؟ قال لي عشان اخواتي ما جيش. ورثك من والدتك من والدته اللي هي زوجتك صح؟ هي امه. تفرض ليك قد ايه في البيت؟ الربع. الربع. بعت له؟ فالناس اللي قاعده قالوا خلاص بيع له حقك وناخد عليه ورق يديك الفلوس في ميعاد محدد. قلت لهم ماشي كتبنا الورق وقالوا الفلوس فين يا هاني؟ قال لهم بس استحملوني ايه ده؟ 3-4 أشهر كده على ما جهز الفلوس. بقالنا دلوقتي يمكن اكتر من 10 سنين. يعني انت بعت اصلا؟ بعت. بس ما قبضتش. بس بعت يا حاج. ما قبضتش. استعجلت. وفي شهود. في شهود موجودة. يعني من حقك ترجع في البيعة تاني؟ ما انت ما اديتنيش حق الحاجة يبقى اخد حقك.
انا ببيع لك تاخد بالفلوس تطلع تشتري مكان تاني؟ اه اشتري مكان تاني، اشتري حته ارضيه وهبنيها بالدبش، والناس اهالي البلد هيساعدوني وهبنيها واقعد انا وولادي بالوضع اللي انت شايفاه. يعني يقويكم بدل الشارع ما هو؟ او الجلسه او القعده عند الناس وعالج العيل اللي زي ده. والله ما هو قدام سيادتك انت قاعده والله زي. تمام تمام يا والدي. زي ما شفنا معاكم متابعينا الاعزاء متابعي الدقهليه لايف، رصدنا لحضراتكم مشكله الحاج ابراهيم مسن الدقهليه البالغ من العمر 75 عام، هو وابنائه الاثنين طبعا المعاقين او عندهم نسبه اعاقه. وزي ما سمعنا وشفنا كلام زوجته المؤثر، واللي يمكن بكتنا على كلامها وبكت هي كمان وقالت خدمتهم، لكن في الاخر كان كلمه شكرا هي الضرب والاهانه والطرد. طبعا حق الرد مكفول للطرف الثاني. الاب الحاج ابراهيم بيقول كنت مستني ابني يكبر ويشتد عوده ويبقى راجل ليا مش راجل عليا. يقول له يابا زي ما شلتك زي ما انت شلتني وانا صغير وكبرتني خلتني راجل، انا هشيلك وهخدمك. طبعا رصدنا ليكم المشكله، نتمنى ننتظر الاستجابه السريعه والفوريه من المسؤولين، مسؤولين داخل محافظه الدقهليه، واتمنى استجابه سريعه من وزاره طبعا الصحه او احد الدكاتره، يعني لوجه الله يعالج الطفل ده، لانه واضح ان هو بيعاني من حاله الله اعلم ايه اللي عنده. بشكركم جدا والى اللقاء في التغطيه الجديده. كنت معكم انا حسناء رفعت، والسلام الله عليكم ورحمته.